وفق بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن عدد الذين لا يزالون قيد الاختفاء القسري في سوريا هو 95,056 سوريا. أخفى نظام الأسد منهم 81,652 معارضا، فيما أخفى داعش الإرهابي قرابة 10,000 شخص. وفيما يصدر نظام الأسد بين الفينة والأخرى قوائم موت معتقلين سوريين في سجونها قضوا تحت التعذيب الممنهج، وإرغام ذويهم على التوقيع بأن المعتقلين ماتوا لأسباب طبيعية. نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ملخصا يحتوي على 11 وسيلة تعذيب يتعرض لها المعتقلون، كالفلقة عبر تقييد قدمي المعتقل، وبساط الريح التي تنتج عنه إصابة قاتلة في العمود الفقري، والسحل والدولاب الذي يسهل عملية الضرب المبرح، ثم الحرمان من النوم، وكذلك أسلوب الشبح وهو تقييد يدي المعتقل خلف ظهرها ثم تعريضه للضرب بعد تعليقها. نظام الأسد لا يكتفي بهذا، بل يشتهر كذلك بأساليبه الخاصة في التعذيب، مثل تحطيم الرأس والصلب والكرسي الكهربائي والكرسي الألماني النازي، والتي تعد من أعنف عمليات التعذيب المفضية للموت. يمارس النظام السوري إذن وسائل تعذيب هي من أبشع ما شهدته الإنسانية، وسائل لا تقتصر فقط على الوسائل المعروفة عالميا، بل منها ما يختص به حصرا ككسر الجمجمة والصلب وغيره من الوسائل المتعددة، بينما لا زال في سجونه آلاف المعتقلين الذين لا يعرف مصيرهم في ظل صمت دولي. حنان نامق الإخبارية من على الحدود السورية التركية.